السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم بغيت نوريكم واحد الاومليت ساهل ماهل بالكفته بلا فيوند هادشي. كيجي زوين زوين وسهل وماهل، توجدوه في 10 دقائق. اكله في 10 دقائق زوينه. يلا هاجي تشوفوا معايا هاد الاومليت، كنت باغا نشاركه معكم مش حال هادي، مي يلا جا اليوم ديالو. دايره قلت نوريه نبارطاجيه معاكم. دونك هنا كندير المقلاة تسخن، كندير زيت البلدية، زيت الزيتون، وكنخليها تسخن. ومن بعد غادي نزيد واحد البصيله مشلطه. دابا غادي نزيد هاد البصيله اللي شلت، وغادي نبدا نحركها واحد 5 دقائق ونزيد عليها الكفته ديال ميم با 3 دقائق. انا قلت 5 دقائق، ميم با غير واحد دقيقه ولا جوج ولا ثلاثه، المهم من دقيقه حتى لثلاثه على ما تبان لكم بدات كتهبط. ونزيدوا عليها الكفته، وهانتوما ها هي الكفته راه بدات كتدبل كتهبط. دابا غنزيد عليها هاد الكفته ديالي. وهنا غادي نحتاجو غير شي شويه ديال الملحه، المهم على حسب الذوق. غادي نحتاج شويه ديال الكمون، والابزار، وهانتوما هاد المرحلة خدات مني ميم با 5 دقائق. دونك غادي نخليها، وغادي نجيب دابا عاوتاني القيلة فين غادي ندير لومليت. هنا درت هاد القيلة في ورا تسخن، غادي نصدعكم معايا بالمقلاة تاع الفريز. وهنا درت شوية ديال الزيت البلدية ونخليها تسخن. هنا كاينين الناس اللي ما كيبغيوش الزيت البلدية، يقدروا يديروا الزبدة. وهنايا عندي واحد جوج بيضات، حيت المقلة صغيرة دونك غادي ندير جوج بيضات، طربتهم مع شوية ديال الملح. بسم الله. هانتوما راه كيجي بحال قرب يطيب، حتى كيقرب يطيب وكنديروا عليه الكفته. هانتوما كنديرها غير في واحد النص، باش النص الاخر غنقلبوا عليه. وغادي نزيد عليه الفرماج محكوك، هذا كيبقى اختياري، اللي بغى يدير الفرماج يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. هنا راه قلبتو، هانتوما غادي نعاود معاكم وحده.
شوفوا لي على الطبيسل كي كيشهيه. المهم الوصفه سالات. هانتوما شفتوا كيفاش كيطيب دغيا دغيا لوملات، وكيجي زوين وكيشهي، واي واحد يحضره، ولا الناس اللي خدامه ودخلت دغيا دغيا خصها تاكل بالزربه وترتاح شويه. عندك ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه طبيسيل بحال هكا، وعندك الوقت ترتاحي ولا ترتاح ومن بعد تنوض تكمل خدمتك. ومن هنايا كنقول لكم السلام عليكم، ونتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه. الوصفه اللي اخترعت من راسي ديال الاومليت بالكفته، درتها واحد النهار وعجبتني، دونك قلت غنبقى نديرها ديما، وفكرت نبارطاجيها معكم. دونك فوالا، طبيسيلها هو هذا، ونقول لكم الصحه والراحه، والسلام عليكم.